سامر في المكان ده؟ الحقيقة ما لقيتش مكان تاني اوديه فيه، بس في ايدك انت بقى ان نخرجه من هنا ويعيش معانا بقية العمر. طبعا. الاول تشوفيه وبعدين نبقى نتكلم في الحكاية دي. ما اعتقدش انك هتعرفيه لان انت سبتيه من سنين طويلة وهو كان لسه في اللفة. من فضلك. أيوة. لو سمحت. اكيد حضرتك جاي عشان سامر. ايوه. سامر يا سامر. دكتور فكار والمدام هيرضوكي فسحوك. مش عايزه شقاوة. ازيك؟ الحمد لله. توحشتني يا ابني. وانت كمان. انا عايزه اروح الملاهي. حبيبي انا هوديك في كل حته. مش هسيبك ابدا. يلا رجاء تعالي. رجاء تعالي. معلش بس الحقيقه من ساعه ابننا متوفى والمدام متعلقه باي طفل تشوفه. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. يلا رجاء. طب وسامي؟ هناخده معانا. بس عد الاول على مكتب الاستاذ شوقي يديله خبر. اه طبعا طبعا. يلا رجاء. يلا رجاء. رجاء بقول لك ايه؟ مش عايزين الناس تلاحظ علينا حاجه. ها؟ يلا 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 اتفضلي.